اولا كان تنحيه الجمهور ديال الرجاء العالمي اللي حضر بكثافه كما شفتوا في هذه المباراه اللي كنعتبرها مباراه القمه برسم الدور الرابعه من الدوري الممتاز كره السله ما بين الرجاء الرياضي والجيش الملكي. حقيقة الجماتشات الاولين ما كانوش نتائج مرضيه لنا، تنحاولوا نتعلى بحضور هذا الجمهور الكبير تكون هذه انطلاقه ديال نادي الرجاء الرياضي اللي كما كيعرف الجميع يعني بتضافر جهود جميع المكونات، واهم مكون عندنا هو الجمهور. اليوم تبارك الله جاء دعم الفرقه ماديا ومعنويا، كي تشوفوا الحضور كبير كبير، ربما رغم قياسي وطن غيكون اليوم. كنتمنوا تكون هذه انطلاقه ديال النادي ديالنا اليوم، وهذه رساله لكل فعاليه الرجاء باش تدعم الفريق ماديا، لان هناك مشاكل ومعاناه كما كتعرفوا، غياب تام لاي دعم من اي جهه، الناس تقاتل مع هذه الفرقه. كنتمنى هذه انطلاقه كما يكونوا هذا الجمهور اللي هو القدوه ديالنا اليوم اللي جاي يحضر وكيعاون ماديا. وشكرا. المشروع هو المشروع ديال هذا النادي بدا هذه 5 سنين، يعني من نهار حيت منين جا المكتب قياده السي مقداد عبد اللطيف كان الفريق في القسم الثالث، يعني سنه مورا سنه الحمد لله هذا هو الموسم الثالث لينا في القسم ممتاز. ما تيكونوش نتائج مرضيه، ولكن الباسكيت كيمشي بالفلوس، عندك الامكانيات كبيره، كون متاكد انك غادي تحقق النتائج وغتجيب لاعبين. كنتمناو حنا كنطرقوا البيبان، يعني فعاليه الرجاء كيتعاونوا معنا، رسالتي للمجالس المنتخبه في الدار البيضاء، لان الملح اللي كتعطى النادي الرجاء الرياضي هي هزيله هزيله جدا مقارنه مع فرق في نفس القسم ديال الممتاز. اللي كنتمنى ان يجب يعني هذه الرياضه ديال كره السله تعد فيها الاعتبار وتقدم لها الدعم.